بنبارك لفريق 2005 وايضا بنبارك له النهارده قدر يفوز على حرس الحدود في بطوله الجمهوريه بثلاثيه، ان شاء الله نتمنى لهم كده الاستمراريه. قبل ما نروح بقى لفريق 2007 ايضا معانا على التليفون دلوقتي كابتن بدر رجب. تحياتي ليك يا كابتن بدر وكل سنه وانت طيب. تحياتي ليك كابتن اسامه وكل سنه وانت طيب، وسعيد بالمقدمه الجميله اللي انت قدمتها لي دي، يا رب اكون قدها ان شاء الله. احتفلوا بيك النهارده وجابوا لك تورته ولا ايه؟ احتفل بيا كابتن وليد سليمان وكابتن ناجي، بس انا ما باكلش حلوى كتير فكانت على قد كده والباقي كله طار واتاكل. ابعت لنا بس على البرنامج هنا واحنا هنقوم بالواجب يا كابتن. عندنا هنا حيتان بشريه. ربنا يديك الصحه كابتن. طمنا على صحتك يا كابتن بدر. والله انا في نعمه بفضل من الله، متحسن واحسن من الاول، وابتديت انزل الملعب كويس، والامور بالنسبه لي احسن بكتير من الاول لانه كنت فعلا تعبان، وان شاء الله الفتره الجايه يعني يكاد يكون العمليه قربت على الاسبوع الجاي ان شاء الله، واخلص وابقى ارجع بكل طاقتي في الملعب ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يتم شفاك على خير كده، والامور انا عارف دايما انت بتيجي على نفسك، يعني فترة الاختبارات واقف اليوم كله على رجليك وفي الشمس وخايف أي لعيب يعدي من تحت إيدك، يعني قمت بمجهود كبير قوي في فترة الاختبارات دي، أثرت عليك يا كابتن بدر في البداية. أكيد أقول لك كابتن أسامة هيبقى مجلس إدارة بكل كابتن محمد الخطيب ولجنة الكورة ومجلس الإدارة عندهم ثقة فيك. أكيد حتى لو أنت بتموت هتبقى في الملعب عشان خاطر الناس اللي ادوك الثقة وعشان خاطر النادي الأهلي. لكن خليني أقول لك إن الاختبارات افراد كان عدد كبير جدا من اللعيبه الموهوبين الحمد لله، وانا ما كنتش لوحدي، معايا قطاع جنود شغالين بيحبوا النادي الاهلي وعايزين يخدموا النادي الاهلي، وده اللي انا استشفيته اثناء فتره الاختبارات لما كنا بنسافر وبنرجع في نفس اليوم اول ما كنا في النادي الاهلي هنا في مدينه نصر، والحمد لله يعني اعتقد انها اقل الاختبارات قد يكون فيها اي حاجه مش مظبوطه. الحمد لله يعني كل واحد كل الناس خدت حقها. تمام. من وجهه نظرنا يعني اكيد احنا البشر اكيد بنخطا. لكن كل واحد خد حقه. لغايه دلوقتي الناس بتاخد حقها. لغايه وبنستقر الحمد لله، استقرينا على الفرق كلها اللي عندنا. وكل الفرق دخل فيها لعيبه جداد الحمد لله والشكر لله. وبقى عندنا قاعده كبيره جدا. ابشر جماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره ان خلال فتره وجيزه ان شاء الله هتشوف لعيبه في الدرجه الاولى باذن الله موجودين من خلال قطاع الناشئين ان شاء الله. كابتن بدر ما شاء الله مع بدايه انطلاق يعني مسابقات الناشئين والجمهوريه ما شاء الله نتائج مبشره في البدايات. خليني اقول لك كابتن اسامه، انا تملي من المدربين اللي بدور على الاداء. ان الاداء هيجيب لك نتيجه. تمام. لكن قصه ان انت عايز تكسب دي اي حد يكسبك، وانا وانت تكسب اي حد. لكن اما تعمل اداء كويس يبقى عندك ثقه في ادائك، ثم الاداء ده بيجيب لك نتيجه كويسه. فبالتالي بتحافظ على لعبتك نفسيا قبل اي حاجه. انا مش مطلوب منك ان انا اضغطك ان انا لازم تكسب. يعني انت بتطالب المدربين في كلامك وحديثك معاهم الاداء، اداء النادي الاهلي والكره الحلوه، وان اللعيب ينفذ كلام المدرب وبعد كده بتاتي النتيجه. السلوك بتاع النادي الاهلي. السلوك ما شاء الله. انت كمدرب وكلاعيب تمثل النادي الاهلي. خد بالك كل مصر عينها عليك. اي حاجه هتعملها محسوب عليك. تمام. ان احنا بنربي في اللاعب دلوقتي شخصيته. عشان لما يمثل مصر ويمثل ويلعب في افريقيا يبقى عنده قدره ان هو يتحمل اي ضغوط يشتغل تحتها. فما عندناش مشاكل في القصه دي خالص. أكثر من إن إحنا عندنا نعمل أداء كويس ونطور لاعبين للفريق الأول لشغلة قطاع الناشئين الفترة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يوفقني إن شاء الله وأستعيد صحتي إن شاء الله، نقدر نعمل حاجة كبيرة للنادي الأهلي، لأن إحنا فعلا عندنا مواهب كبيرة جدا في القطاع. وأنا ببشرك يا كابتن أسامة من 2018 لغاية 2003 عندنا لعيبة تقدر تلعب ان شاء الله، بالذات الفريقين الكبار دول بيلعبوا بالفريق الاول. وانا حافظ اسمائهم ومتابعهم كويس جدا مع المدربين. وانا شايف ان هم بيتطوروا بطريقه يعني انا مبسوط. سواء من المدرب او من اللاعبين.
تمام. اما يبقى عندي لعيب بيستوعب ان المدرب بيشتغل عشانك، فدي حاجه تبسطني جدا جدا جدا. ممكن ما اكلش، ممكن ما اتعشاش، لان شفت حاجه كويسه هبتدي ان النادي الاهلي فيما بعد. نقطة وأنت بتتكلم عن المواهب يا كابتن بدر، وأنا كنت فتحت القضية دي النهاردة، ومهم حضرتك، رأي حضرتك مهم جدا، أنت موجود معانا ومش هنتقل عليك في المداخلة. يعني موضوع الاستثماري اللي ظهر في الأندية، وبدأت أندية أو مستثمرين يشتروا فرق، وبدأ اللعيب اللي يدفع هو اللي يلعب في الفرقة دي، مش ده بيقتل مواهب كتير في الكرة المصرية؟ أقول لك على حاجة يا كابتن مصطفى، إحنا هدامين وقطالين المواهب. يعني إحنا سبحان الله عندنا مواهب، مصر دي ولادة، خد بالك. حقيقة. ولادة بالمواهب. إحنا بنتفنن إزاي نقتل ونهدم هذه المواهب. ليه؟ لأن الكرة هتبقى للأغنياء. وهتلاقي كده على مستوى العالم واحد غني بكورة غير كاكا بتاع البرازيل. أو سقراط اللي كان دكتور. بقى كله من بيئات طبعا المتوسطة. المتوسطة. بما فيهم ميسي وكريستيانو اللي هم أعظم لاعبين، ومارادونا على مستوى العالم. أو بتدي الفرصة للناس كلها. يعني لازم تبقى أنت الاستثمار ده يتم في أكاديميات. ابنك عايز يلعب. أكاديمية. أنت عايزه يمارس. فتدفع عشان يمارس. لكن إنك تدفع عشان ابنك، إذا أقول لك على حاجة يا كابتن سامة، إذا الكورة ما صرفتش عليك اقعد في البيت. صح. صراحة يعني. إذا الكورة ما جابتلكش جزمة وترنج وشنطة ولبس تدريب، اقعد في البيت. جبت الخلاصة في الكلمتين دول. دي حقيقة. أنا من قبل ما أجي بس، وحتى أنا في الإمارات زعلان جدا على القصة دي، لأن منتشرة بقى لها كذا سنة. منتشرة وأندية كبيرة بقت تبيع قطاعها. يعني حزان عليهم، حزان عليهم. لأن دول بيمثلوا شريحة كبيرة جدا من المنتخبات المصرية. حقيقة. تخيل أنت بتهدم، بتقتل مواهب عشان تدخل واحد تسجله يلعب بفلوسه. لا انت هتوجهه، ولا هو لعيب كوره. لا بقى خلاص بقى بيلعب بفلوسه وهو متحكم فيه. المدرب هيقول له يا كابتن ما يقدرش يوجهه خلاص. يعني ينزل لك الملعب يقول لك انت ليك حاجه عندي؟ طبعا. هات الفلوس اللي انت دفعتها. طبعا صح. تخيل انت بدل ما يبقى ليك، تبقى ليدر على اللاعب بتاعك اللي بيحب النادي وعايز يطلع اقصى حاجه عنده عشان يوصل المنتخب، لواحد بيقول لك انا بلعب ابني بفلوس. قيس على كده بقى كل القطاعات دي. حقيقي. فانت احنا بندمر الكره المصريه. بندمر مواهب مصر اللي ربنا بيديها لنا من عنده. خد بالك احنا ما بنتعبش في حاجه. مصر ولاده، انا اللي بقول لك مصر ولاده بالمواهب. حقيقي. ما عليكش ان انت تركز وتنتقي ويبقى عندك معايير اختيار وانتقاء كويس تقدر تخدم بيهم ناديك والمنتخبات المصريه. بنشكرك يا كابتن بدر، شكرا جزيلا، وبنقول لك كل سنه وانت طيب. طيب وسعيد بلقائي بيك، وبطلب منكم الدعاء. ان شاء الله ربنا يتم شفاك على خير كده، ويعني العمليه بسرعه ان شاء الله، وترجع يعني تتالق وتصول وتجول في الملاعب وكعادتك، يعني ما في كل مكان في محافظات مصر كابتن بدر رجب. بنشكرك شكرا جزيلا.